قال العلامة أبو عبد الله محمد التودي بن سودة المرجي رحمه الله ناظما سنده للبخاري، فقال رحمه الله: يا سائل السند للبخاري، ما بين سامع وبين قاري، أرويه عن محمد جسوسي، عن عمه عبد السلام الجسوسي، عن شيخه الفاسي عبد القادري، عن عمه عن الإمام الماهري قصار، عن رضوان عن سقين، عن ابن غازي والسراج يذني محمد، عن أبيه عن جده عيسى، عن البلفيقي قل من بعده ابن الزبير، عن أبي الخطاب، عن أبيه عن صاحب الكتاب ابن سعادة، روى عن صدفي يروي عن الباجي عالي الغرفي، عن هروي مستملي عن فربري، عن البخاري فاحفظنه وادري.